مرحبا. اهلا وسهلا. والله وين بصرف الشيكاتو؟ هنيك عند الآنسة. شكرا. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخيرات. اهلا استاذ. ممكن بالله تصرفي لي هالشيك؟ على عيني. الهوية لو سمحت. حاضر. هذا الشيك من الملياردير المعروف مصطفى بعاج الجمل. معروف معروف. وإذا ملاحظة قيمته 10,000 دولار. شايفة أستاذ شايفة. بتحب تفتح حساب عنا وتحط المبلغ باسمك ولا بتحب تسحب المبلغ كاش؟ لا لا بدي المبلغ كاش لو سمحت. على عيني مو مشكلة أستاذ. مرحبا استاذ برهش. اهلين وسهلا. كيفك؟ شو الاخبار؟ ما حد قال اشعارك حلوه لا بالمجلات لا بالجرايدك، شو القصه؟ اخي لا في قصه ولا في شيء، انا مشغول شوي بهاليومين، يعطيك العافيه. الله يعافيك. تضرب انت واشعارك مع الوظائف. تضرب. يا عمي يا نعم. نعم. يا نعم. ليش واقفة هيك؟ غني، ارقصي، زلطي. أبطل مبلغ. أبطل مبلغ 10,000 دولار عدل ونقدل. إن شاء الله ألف مبروك ألف مبروك إن شاء الله. ورجيني ورجيني خليني أتمتع بمنظرهم. دخلك؟ هدول قديش بيطلعوا بعملتنا؟ سؤال وجيه، رح جيب الآلة الحاسبة لحتى أحسبهم. هاتي هاتي. هدول بيطلعوا 550,000 و500 ليرة سوري. شو محرزين والله. ان شاء الله ان شاء الله تتهنى فيهم. اخ بس الحق علي انا. بشو؟ لك تصوري انا مدحت فرس بعاج الجبل بولادة فرسه ب20 بيت شعر قام بعت لي شيك ب10,000 دولار. يعني وقفت عليك كل بيت ب500؟ ما برافو عليكي. فتصوري لو مدحت له فرسه بولادته ب100 بيت شعر اكيد كان بعت لي شيك ب50,000 دولار. معقولة يعملها؟ ولو هذا بعاج الجبل مو هات ايدك والحقني كريم وما بعينه شيء. اصبح الحق عليك ما في كلام. اي سيدي من اولها بدك تشتري لي غسالة وبراد وميكروويف، بدك تنفض لي الحمام والمطبخ. طولي بالك طولي بالك، لا تطيري لي بركة المصاري. ولا انت يعني بدي طول بالي؟ بس لحتى تجيني رزقة جديدة. يا حبيبي وبركي ما اجتها. رح تجيني وبكره بدها تكرر المسبحة. وقف عندك لسه ما خلصت حديثي. ما فيني وقف لأنه شيطان الشعر عم بيرفرف فوق راسي ولازم اكتب مطلع قصيدتين ثلاثة للاحتياط. أهلين بالأستاذ مرهيج. أهلين بشعرنا الكبير والله. يا أهلا وسهلا استاذ مرهش. سؤال بالله، ليش ما عاد عم نقرا لك شيء بهالصحف المحليه؟ لانه النشر هون ما عاد وفى معي بنوب. ايوه ليش؟ قديش عم يعطوك يعني؟ لا تواخذني بالكلمه. شو هاك كنت اخذ على القصيده كامله 500 ليره سوري. يعني مو منيح ما هيك؟ طبعا مو منيح لاني انا عم باخذ على البيت الواحد 500 دولار. يا لطيف عبدك جد استاذ؟ طبعا جد. ليش لحتى امزح معك؟ لا اذا هيك معك حق. لحظه استاذ لاعطيك جرايدك. شريف يعطيك العافيه.
قصة هالمسؤولين بهالأيام؟ شهر كامل لا حفلة عرس ولا حفلة خطبة ولا كتب كتاب ولا حتى طهور. إيه لك أنا حبيبي؟ صاروا يعملوا عراسهم برا. لك آخ آخ يا نعام، انقطع رزقي بهالشهر. مهم هلا شو اعتمدت؟ ما بدك تنزل معي على السوق؟ من شان شو؟ اسمعوا على هالسمع، قال من شان شو؟ مشان نشتري البراد والغسالة والميكروويف الجداد. آمنتوا بالله على هالقصة؟ انت بس تشوفي شوية مصاري صاروا بجيبتي بيركبك 100 عفريت وبدك تصرفيهم لأهون سباب؟ يعني ما بدك تشتري لي؟ يا حبيبتي ما قلت لك لحتى تجينا رزقة تانية؟ والدولارات اللي معك شو بدك ساوي فيهم؟ تاركن احتياط. احتياط لشو؟ يا حبيبتي ما بتعرفي الايام شو مخباي؟ ما سمعتي بالمثل اللي بيقول خبي دولارك الاخضر ليومك الاسود؟ ايوه. في واحد على الباب بده ياكل وقال اسمه مهرج عبد المنعم. ولك مو مهرج، مذهش مذهش. روح خليه يفوت. حاضر معلم. يلا اسأل الله، اسأل الله لما كانت اسماءنا تنكتب بالبونت العريض على اول صفحه. دواب يا زمان. خير استاذ. صباح الخير استاذ. صباح الغيفات، اهلا وسهلا. بتعرف شو قال عنك سكرتيري؟ قال عنك مهفش. شافك لابس هيك مسخره هيك قال. استاذ انا على طول بيغلطوا باسمي. بيغلطوا باسمي على طول. ايه بتصيب بتصيب. فوت فوت عدون هون عود. شو تشفى؟ مثل ما بتحبوا استاذ. انا ما بحب اشفى بشي. ضفبتك كم مو هيك؟ بسيطة لا تزعل، شبك عبست. مؤنس خليهم يساووا لنا كاستين بابونج. البابونج كتير منيح للمغص ومدر للبول، يعني بيعمل ادرار ومفيد للحلق كمان. المهم هلا استاذ مذهش، الحقيقه انا بشوف اسمك احيانا بالجريده، يعني بنتبه له منيح. يعني حضرتكم بتقروا قصائدي؟ لا بس بقرا العناوين تبع القصائد والشعر والمعرض وبتعجبني. ها وللأمانة ماذا أنا سمعتك عم تلقي قصيدة بعرس هذا يلي أبو همام، وعجبتني كتير، وخاصة هذا البيت يلي فيه ريح وما ريح. قصدكم أستاذ مطلع القصيدة اللي بقول فيها أبو همام طريق المجد يعرفه والريح تحكي عن الأفعال والنسب. أيوة هذا هو أفعالي ونسبي. نرجع لموضوعنا هلأ. الحقيقة يا مذهج أنا باعت وراك مشان تكتب لي سيفة حياتي الذاتية على مختلف الصعود. بس أستاذ أنا شاعر ماني كاتب سيار. بلا شاعر بلا ماعر. أنت عود اكتب سيفة حياتي وشوف شلون رح تستفيد أكثر.
ذا تستر فيه. شلون يعني سيدنا؟ ها أنا بحقول لك شلون. أولاً أنت رح تاخد مني أنا شخصياً مكافأة محفزة وهدية قيمة ما بتحلم فيها بحياتك من وفا كتابة الشعر والمعرف تبعك. ثانياً مكافأتك المعنوية قدام الناس والمسؤولين رح تكون عظيمة الشأن باعتبارك باعتبارك كتبت سيفة أبو الأمجد وبسلك أسفار نضاله وكفاحه منذ نعومة أظفاره. ثالثاً ما في ثالثاً، خلينا على ثانياً بقى. شو قلت؟ أنا ما رح أضغط عليك، ضغط عندي ما في. مثل ما بتأمروا سيدنا. برافو عليك، بذي عليك. أنا كنت متوقع هالشي منك، مو إنه هيك ما كنت متوقع، متوقعه. وإمتى بتحبوا نبدأ سيدنا؟ من بكرة. بكرة، لأني بصراحة بصراحة خايف موت على غفلة وأنفخها ويضل هالخيل كله جواتي. بعد عمر طويل أستاذ، لا فال عليك إن شاء الله. تفضل أستاذ. شريف معلي. شكرا مؤنس. شباب شباب مزيج، هذا أحسن دواء للمغص وتلبك المعدة، كتير ظريف، أنا دائما بشرب منه. صعي مر مثل الصبر بس مفيد كتير. ولو فائدة تانية، بيطفض الريح يعني. دخلك؟ قديش بده يعطيك مصاري هذا أبو الأمجاد؟ أنا بده يعطيني جائزة مادية وجائزة معنوية. مشان ربك بلعلك فاضي هلا، معنوية قال. عم قلك قديش بده يعطيك مصاري مصاري. شو بيعرفني؟ أنا بده يعطيني مكافأة مجزية، هيك قال. اسمع مرهج، هالمرة الجائزة إلي ها. قولي إن شاء الله. إن شاء الله. بعدين بدي أقلك، إذا بده يعطيك الجائزة بالعملة المحلية ما ترضى، قلب إياها بالدولار. وبلكي ما معه دولار؟ ما شاء الله عليك شو فهيم، قال ما معه دولار، لك هذا معه كل العملات، انت اطلبه بس. شو فهمتك؟ شوف يا استاذ مذهيج، انا هلا رح احكي لك سيرة حياتي بطلاقة وعفوية، وانت بعدين ظبطها باسلوبك المتميز وقلمك السياد، يعني على طريقتك. مذهيج، صحيح أنا هلأ بمنصب رفيع وخطير وبتحسدني عليه كبار الناس، وفي منهم لقمة كمان بيدسوا بأفاي بيطقولي بباغي عند القيادة، بيقولوا شلون هذا نسيانينو ما يهووا لبيته إلى آخره من هذا الكلام. بس المنصب الخطير السياسي ما أجاني إلا بعد شقاء وتدبير ومضمطة وشنططة، ما أجاني حي الله أبداً. على كل إن أنا هلا رح أحكي لك سيرة حياتي من طقطق لسلام عليكم، من وقت ما كنت ببطن أمي زليخة الله يرحم طرابها لحد هلا لما صرت المدير العام للشركات المتحدة الدولية. شوف مذهل، أنا من وقت ما كنت ببطن أمي كنت ما أعرف حبك كثير، شيطان عفريت يعني ما خلي امي تنام ولا بالشكل، طول الليل وانا انعذها اذرفسها ببطنها، يعني التلبيت شغال، مما جعل امي المسكينه تفوح لعند الشيخ ابو يوسف وتقول له يا شيخ ابو يوسف يا شيخ ابو يوسف شو انا ببطني جني ولا عفريت؟ ضحك الشيخ يا ام طافش صلي على النبي، هذا ابنك رح يصير شغله كبيره، رح يملك نص البلد ابنك هاد. ففحت امي المسكينه كثير ومن فضحها ولدتني قبل بشهرين سبيعي يعني، وانا كنت مستعجل يبدو على استلام طريق الكفاح والنضال، بدي اخدم البلد مستعجل. المهم نسيت اقول لك انا انه ضيعتنا كان اسمها جب الغولات، سجل عندك
جيب الغولات لانه لازم العالم تعرف منين جاي انا، من هون ولا من هنين، يعني لازم. المهم انت اكتب هلا كيف هم اتفق، بعدين بتظبط بالبيت، لا تحسن خطك. وين وصلنا؟ عند جب الغولات. ها جب الغولات، ماشي الحال. ما حاحكي لك عن غرامياتي عن جب الغولات الا وهي هي بدا مسلسل بدا. المهم من صغري ما فيش كنت حفيظ كتيف حفيظ، يعطيني ابي عيديه في الفنك او في فنجين ما كنت اخذشها ابدا، ما اصفها، كنت نام تحت الحاف والعيديه بايدي. اكتب مذهج، اكتب اول معلومه جبت الولاد ورحت على دار الطلبه، واذا في بذبذة او قذقذة تفضل يا سيدي. اه تفضلوا البابونج سيدي. ايه تفضل. شباب بابونج مفيش صعيت عمته مفا بس مدل سيدي. احكي له لما سرقت جرو البيك وبعته بربع ليرة. مين حكى لك هالقصة ولا انت سيدي؟ انت بس انا حبيت اذكركم. روح هلا روح. يا سيدي هذا البيك كان بيملك ضيعتنا والضيعة اللي جنبها، وكان عنده كلبة من نوع جيرمان شيبرد، يعني كلب الراعي الألماني، وجوز هالكلب من كلبة شانل، وكان هالكلب يحبني كتير. مرة من المرات اجا هالكلب عم يركض ويعوي ويهز بذنبه. شو يهز؟ بذنبه سيدي. وين وصلنا بالجلسة الماضية أستاذ مذهش؟ لما الكلب رقد وعوى وهز بدنبه. لا شو الحقيقات، شو كلبه ملل؟ وصلنا لما أبي طالعني من الكتاب. مزبوط لما والدك طالعك من الكتاب تبع الشيخ يوسف وسجلك بالابتدائي. مزبوط. الحقيقة أنا كنت من صغري بحب العالم كتير والحيوانات كمان. وكنت حفبوقها ذكي كتير، شاطف كتير. قالت لي امي اني حفظت جدول الضغط من وقت ما كان عمري 4 سنين، وكنت احسب لابي لانه ابي الله يرحم ميتينا يعني كان عنده دكانه صغيره جنب الدار. ايه بقى كنت انا احسب له كل حساباته. قالت لي امي انه كنت اقفله قافمات الدكاكين لما ينزلني معه على البلد. انت معي استاذ مذهش؟ معك سيدنا معك. وعم تكتب كل شيء؟ لا تنقص ولا حذف، ها، لانه هذا تاريخ. عم بكتب سيدنا، عم بكتب. ايوه وين صرنا؟ لما الكلب رقد وعوى وهز بدنبه. لا مو صحيح، وصلنا لما كان ابي خليني اقرا ارمات المحلات. ايه مزبوط، لما كنت تقرا له الارمات. تجدد بابونج؟ في قولين عن البابونج، ناس بيقولوا مضر وناس بيقولوا مدر، انا من جماعة المدر. روحي قولي له لمؤنس يجيب لنا بابونج. يلا. الله يقويكم يا سيدي. الخلاصة أهلي قعدوني بالمدرسة مع أني كنت بعرف أقرا وأكتب، بعرف منيح. آخ يا أستاذ شو بدي أحكي لك عن ذكرياتي. بتصدق أنه المدرسة كانت بعيدة عن بيتنا شي 4 ساعات مشي، ومع ذلك كنت تروح وما قطعت ولا يوم، لا صيف ولا شتي، بفرد ذيح زمهرير ما يهمني، لأنه مثل ما بتعرف طريق الكفاح مليء بالصعوبات، ومع ذلك كنت اطلع الاول دائما 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 بصفي. عفوا سيدنا، معكم ورقه جلاء قديمه؟ للاسف لا ما عندي. ليش مالك مصدقني استاذ مذهش؟ العفو يا سيدي، انا منشان تكون وثيقه بايدي. استاذ مذهش انا كلامي كله وثائق. وين كنا؟ لما الكلب عوى وهز بدنبه. لا مو مزبوط، وصلنا لعند ما كنت اطلع الاولي.
ايه صحيح صحيح. استاذ مذهش، بدي اياك تخصص لي الفصل يلي رح احكي لك عنه من سيرتي الذاتيه للنزعه القياديه اللي ظهرت عندي وبتمتع فيها. انا من وقت يلي كنت صغير كان عندي نزعه قياديه، ما بعرف ليش، الشغله بدمي، وكنت قود اولاد الحاره مثل ما بدي ويلي بدي اياه بيصير. ولما صرت بالصف الاول حطوني عريف على الصف. شو حطوني؟ عريف على الصف سيدي. ويلي بيشاغب كنت سجل اسمه واعطيه للمعلم او المدير. ومو بس هيك، كنت فاقي بالطلاب بالبحر وبالحافة وبالطفيق، وخبث الإدارة عن كل شغلة غير قانونية بيسووها. وهالشي كبفني كتير بعيون الإدارة مذهج. بتصدق إنه المدير ما عاد يقدر يستغني عني؟ طلب مني أحكي له عن الأساتذة شو بيساووا كمان. سيدي قال في 10 مراجعين برا بده يشوفوك ضروري. ولك شو شايفني عم بلعب انا؟ تضفب انت وياهم. قال مفاجعين. قال فوح فوح، ساوي لنا كاستين بابونج كباف بسرعه، حاكم نشف ريقنا. حاضر سيدي. يلا. واستمرت معي بفاعتي القياديه يا مذهج لحد هالوقت. مساء الخير. مساء الخيرات. شو ان شاء الله خلصتوا؟ لسه. والله عم تكتبوا سيرة الملك الظاهر كنتوا خلصتوا. معقولة صار لكم شهرين ونص ولهلا ما عرفتوا تخلصوا؟ لك اخ يا انعام، شو بدي احكي لك؟ لاحكي لك، حكالي كل شيء بحجة انه هذا تاريخ ما بتسامحنا عليه الاجيال القادمة اذا نسينا منه شيء. وحكالي عن السيارات يلي ركبها، من اللاند روفر المهرهرة لحد المرسيدس المبهرجة. وحكالي عن محاولة اغتياله بالعرس لما رموا عليه فتيشة قال فيها غازات سامة. وكلكم يا انعام والبابونج يلي بلا سكر بكوم بحجة قال شو صحي. ولا يهمك حبيبي، كله بيهون اذا كانت المكافأة محرزة. قولي ان شاء الله. اللي ما جاب لك سيرة هيك ولا هيك؟ لا جاب لي لا سيرة ولا ميرة، بالعكس تماما. كل شوي قلي انت مجرد قعدتك معي بحد ذاتها مكافأة، بس انت مكافأتك كبيرة، هيك قال لي. خير ان شاء الله. لوين؟ بدي روح زبط اللي كتبناهن اليوم. انا هلا يا مذهج رح احكي لك عن كفاحي الاقتصادي. يعني من وقت يلي كان معاشي 400 ليره هيك لحتى صار عندي 400 شو سيدنا؟ 400 مليون طبعا. حديث مذهج. انا لما توظفت رئيس شركة صغيرة كان معاشي 400 ليرة، وكان المعاشي كفيني لنص الشهر. قلت لحالي يا ولد لازم تشتغل لك شغلة تانية انت، وقلت ما في احسن من التجارة، وصرت وفر كل شهر 20 ليرة، وعشرين وضع عشرين، عشرين وضع عشرين، صار معي 400 ليرة. وكان يجيني على المكتب على هوا ما أذكر واحد متعهد اسمه أبو محمود. إيه والله أبو محمود. قلت له أبو محمود؟ قال لي نعم. قلت له شغل لي هالمصاري عندك؟ قال لي تكرم. شو قال لي؟ تكرم. أيوة. ومن شغلة لشغلة أنا وأبو محمود وقال الكريم خود، حتى صفت مثل ما لك شايف. هو صحيح أنا بشتغل أعمال حرة كتير، بس يعني ما تخليت عن خدمة بلدي، ما تخليت إطلاقا. كتبها هاي وحط تحتها خط أحمر. تفضلوا سيدي. بابونج
عظيم جدا. اجوا بمحلون هالبابون جات مذهج بسيك فيهم سكر؟ لا سيدي لا. احسنين بدذوا اكتر بدذوا السكر تعرف انه بيمسي بدذوا شفاب. مرين بس مفيدين. شو حبيبي طمني ان شاء الله خلصت؟ خلصت. شو حكى لك اليوم؟ حكى لي اليوم عن المناصب يلي تسلمها وحكى لي عن مدى حب الشعب واعجاب المسؤولين الكبار فيه. والمكافأة ما اعطاك شيء؟ بلا وعدني انه يعطيني المكافأة بس بيض له السيرة. وبهالصوفة بتكون خلصت السيرة كلياتها من بابا لمحفابة. بقى الله يفضى عليك بده يكون العنوان جذاب يسفق النظر ويشد مثل المغناطيس ويعبر عن عظمة السيرة. وشو بتقترحوا علي سيدنا؟ أنا ما بقترح شيء. نو أنت دبب حالك. وين مخك؟ وين خيالك؟ ليش هو عامل لي كاتب لكان وتنشف بالجرائد؟ حاضر سيدنا. وينك؟ بدي كمان بأول صفحة شي كلمة مرتبة على كيفك، ها يعني مقدمة تليق برجل عظيم مثلي. حاضر سيدي. لا طويل، بكرة بتجيب الكتاب جاهز عشان أعمل له مفاجأة شاملة كاملة. بتأمروا سيدنا. ماشي الحال، أعطيك العافية. بتوصوا شي سيدنا؟ لا لا. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. سيرة أبو الأمجاد. الارتداد لي والله بيعدمني. هذا عنده ارتداد؟ ها يا ربي ليش ما عم يطلع معي شيء؟ يا ربي ليش ما عم يطلع معي شيء؟ طبائع الوداد في أخلاقية أبو الأمجاد. شو حبيبي ما بدك تنام؟ ساعة واحدة ونص. لك يا حبيبتي شلون بدي نام ولحد هلأ ما طلع معي العنوان اللائق ولا المقدمة الرائعة يلي بتتناسب مع سيرة أبو الأمجاد؟ قوم نام هلأ والصباح رباح. لك يا حبيبي كيف بدي نام وبكرة الصبح لازم تكون السيرة جاهزة قدامه؟ إذا خلصته رح يعطوك المكافأة؟ لا إله إلا الله، ما بعرف ما بعرف. إيه إيه غلطنا ومنك السماح. ظريف العنوان كتير. أحلى الأعياد في سيرة أبو الأمجاد. عنوان ملفت براق كتير ظريف بس مذهج. نعم. بدي أسألك شو بتقصد أنت بأحلى الأعياد؟ يعني سيدنا أي واحد بيقرأ هالكتاب بيحس أنه أيامه كلها أعياد. بس إن شاء الله عجبتكم المقدمة سيدي. إيه إيه حلوة كتير. يا سلام شي رائع شي رائع تماما. انتو من وين بتجيبوا هالحكي؟ صحيح في جنية بتعلمكن هالحكي هذا؟ هيك بيقولوا سيدنا. طيب ماشي الحال، اذا كانت حلوة بعتها لعندي. تشرب بابونيش؟ لا سيدي لا، انا صار لازم امشي. بتأمرونا شي سيدنا؟ لا الله يعطيك العافية ما في شي ابدا. طيب سيدنا يعني بتعرفوا انا تعبت معكم كتير وسهرت ليل نهار و... ايه مزبوط مزبوط، وانا بقدر هالشي عاليا وبسمنه غاليا. طيب عفوا سيدي يعني ما في شي سكرة من سكرة كلكم فيها. فهمت فهمت فهمت. لا تكمل فهمت. ارجع لعندي بعد 3 ايام انا بكون قريت هالسيرة تماما تماما وما بتطلع من عندي غير مبسوط. شلوني معك سيدي؟ كتر خيركم ان شاء الله.
ايه انا ما بنسى يلي خدموني وتعبوا معي، يلي اشتغلوا تمام بقدرهم عاليا وبسمنهم غاليا. طيب يكتر خيركم سيدي، شكرا. اهلا وسهلا، الله معك. احلى الاعياد في سيفة ابو الامجاد. قديش متوقع رح يعطيك مكافأة؟ ما بظن أقل من 50,000 ليرة. بالدولار؟ بالدولار يعني قديش بيطلعوا؟ ألف ألف بس هيك؟ لك احمدي ربك، هي إذا أعطاني إياهم كمان. وينك؟ هدول المصاري هالمرة إلي. ها بدي غير الغسالة والبراد، يعني بدي غيره. لك تكرم عينك بس أبا. ليش لا أهرب؟ مصيبة، مصيبة كبيرة يا أستاذ مريش. مصيبة؟ ليش؟ شو صاير؟ مبارح بالليل إجوا مسكوا معلمي أبو الأمجاد. مسكوا؟ وليش مسكوا؟ هالمختلس $500,000,000. يا لطيف، $500,000,000. وعم يمسكوا كل واحد بيعرفه. يا لطيف الألطاف، للجنان مما نخاف. بس معلمي مصنوم. ها وينه هلا أبو الأمجاد؟ وينه؟ بالحبس عم يحققوا معه. عم بيحققوا معه؟ يا حبيبي، يعني طارت المكافأة. لك هلأ مو مشكلة طارت المكافأة، جوزك كله طار. ليش حبيبي؟ شو مساوي انت؟ لك شو نسيتي انه انا اللي كتبت سيرته وعملته بطل الأبطال؟ اعمل حالك مالك خبر. لك شلون بدي اعمل حالي مالي خبر؟ وخطي واسمي ولي 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 على هالحظ ولي. تعرف اذا مسكوك قول لهم كتبتها غصب عني. لك ما بيعترفوا على هالشيء، ما بيعترفوا على هالشيء. طيب شو بدك تعمل يعني؟ لازم احصل على المخطوط باي شكل من الاشكال. بدك تسرقه يعني؟ لك شو مجنونه انت؟ شلون بدي اسرقه والشرطه حوالين الفيلا؟ شلون لك كان بدك تحصل على المخطوط؟ فهمني. ما بعرف ما بعرف ما بعرف. بيستاهل، الله لا يقيم الشدة على قلبه بجال حبيب. الله يوفقه، سرق مال الشعب. يخرب بيته، كان مثل السفنجة بيشفق من جوا وبيعصر لبرا. استاذ مرهش شعبنا الكبير، انت بتعرفه شيء؟ لمين؟ لابو الامجاد. انا شو بيعرفني فيه؟ اعطيني جرايدي. هات تفضل. دخلت؟ شو اعتمدوا بعدين؟ قرروا يبيعوا أغراضه لأبو الأمجاد بالمزاد العلني؟ إيه نعم. يا حرام، هذا صاحبك تبهدل على الآخر. لا تقولي صاحبي، لك يخرب بيت قلبك، الرجل بالسجن وعم بتقولي صاحبي؟ شو بدك تجيبي آخرتي أنت؟ طيب هذا اللي مو صاحبك شو في عنده لحتى يبيعوه بالمزاد العلني؟ شو عنده؟ اسمعي لك، تعلن لجنة مصادرة وبيع ممتلكات المدعو أبو الأمجاد عن إجراء مزاودة علنية على الممتلكات المصادرة حسب الجدول التالي: السبت شاليهات البحر، الأحد شاليهات الجبل، الاثنين سيارات، الثلاثة مزرعة الجبل والطواويس والزرافات والكلاب والقطط والخيل وإلى آخره، الأربعة المجوهرات والأحجار الكريمة، الخميس سجاد الفيلات، الجمعة التحف واللوحات، الأحد مفروشات الفيلا، والتنين أغراض المطبخ والحمام والمكتبة. كل هالشي عنده؟ يا حرام شو فقير. ويلي برا أكتر. أنا لازم أحضر مزاد يوم التنين. وليش بقى بدك تحضر المزاد؟ بلكي بقدر بجيب مخطوط هالسير الملعونة اللي كتبته. لك شو بدك فيها المخطوط؟ لك يا مخلوقة، والله إذا حدا أراه لينخرب بيتي وبحياتي ما أطلع من السجن. من شان الله فهمني، شو كاتب فيه أنت؟ يقولك آه
لو كانت ايدي اليمين مقطوعه من هون وما كتبت هالسيره. 200,000 تليفون دامج 200,000 مين زاد؟ 225,000 225,000 225,000 على هون 250,000 مين زاد؟ 275,000 275,000 على هون على دوه 300,000 300,000 300,000 مين زاد؟ 300,000 مين زاد؟ 300,000 على هون على دوه على ترين. مبروك عليك. الاسم الكريم موفق فلاحة. موفق فلاحة. هلا بتحاسب المحاسب وبكره بتروح تستلموه. وهلا المفاجأة الكبيرة بمزاد اليوم رح تكون على غرض كتير لطيف وظريف بيحلموا فيه كل الناس وخاصة المسؤولين لأنه مريح وأنيق. هاتوا يا غزوان أشوف. تواليت حمام ياباني ماركة البوم عود ولا تقوم مطلي بالذهب عيار 17 معه نرويج مطلي بماء الذهب خلاط مي باردة مي سخنة معه جهاز ببخ عطر فرنسي كل نص دقيقة القعدة عليه مريحة ما بتنساها وفي معه مسجلة بتطلع موسيقى عند الضرورة. نيال صاحب النصيب رح نفتتح المزاد ب 150,000 150,000 150,000 150,000 175,000 200,000 200,000 225,000 مين زاد؟ 225,000 250,000 275,000 275,000 على أونا على دوة على تري. مبروك عليك هالتحفة الفريدة. بتدفع عند المحاسب وبتستلم بكرة. غزوان وهلأ يا أخوان رح نجي لأغراض المكتبة. بيقولوا إنه أبو الأمجاد والله يصلحه على الغلطة كان مثقف كبير ويحب الكتب النفيسة والمخطوطات. ومشان الوقت رح ناخد كل مجموعة كتب مع بعض ومشان ما تقولوا غشنا رح ناخد اسم كم عنوان. الجان وقراءة الفنجان، الأبراج طريق العلاج، كيف تصبح جاسوسا، الغاية تبرر الوسيلة، ولسه في كتير كتير انت وحظك. وهلأ رح نفتتح المزاد ب 100,000 100,000 مين زاد 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 225,000 مين زاد؟ 225,000 225,000 على أونا على دوة على تري. مبروك عليك. عفوا أستاذ، ممكن اطلع على الكتب الموجودة بالسحارة اللي رست علي؟ طبعا لا، الاستلام بكرة غزوان. وهلأ يا أخوان رح نبدأ المزاد على سحارة كتب جديدة فيها كتب ومخطوطات مهمة وأهم اللي قبلها. رح نفتتح المزاد ب 125,000 150,000 175,000 200,000 200,000 225,000 250,000 250,000 على هون 275,000 275,000 مين زاد 275,000
على اونا على دوي على تري. مبروك عليك. عفوا استاذ، فيني باخذ السحاحير اليوم؟ بتدفع اليوم وبتستلم بكره. مرحبا انا. اهلين، طمني شو صار معاه؟ مش الحال. يعني جبت المخطوط ولا ما جبته؟ جبته ليكو، ما شايفتي جبته. طب ليش هيك معصب وقالب خرقتك؟ انخرب بيتي، انخرب بيتي يا انعام، انخرب بيتي. ليش قديش دفعت حقه؟ كل الدولارات اللي اخذتها من المكافأة وفوقهم كمان. ولي على قامتي، وشلون هيك بتدفع كل المصاري؟ يضربوا منه لهالمخطوط. ولك شو يضربوا منه لهالمخطوط؟ ولك بشرفي لو وقع هالمخطوط بايدهم وقروا الصفحة الأولى بس لنتفوني نتف وشقفوني شقف وزتوني بالحبس مع فخري أبو الأمجاد. من شار الله تفهمني شو كاتب بهالمخطوط. رح سمعك شو كاتب بهالمخطوط. اسمعي، الوطن أمانة غالية بين يديك يا أبا الأمجاد، ونعم الأمانة هو المؤتمن. ولك الله يكسر إيدي على هالجمل. إذا هيك معهم حق، مزودها كتير أنت. لك يا حبيبتي هدول طواويس ما بيعطوكي إذا ما مدحتيهم. بس هذا الطاووس عم ينتفوا ريشه. الله يخرب بيته، الله يخرب بيته، خرب بيتي. ألو؟ أيوة أيوة نعم. أهلين وسهلين. ايه موجود. لحظة، في واحد اسمه أبو جندر، هاي بده إياك ضروري. أبو جندر؟ أبو جندر؟ هاتي هاتي. ألو؟ احترامي سيدنا، كيف الصحة؟ نعم سيدي؟ حاضر سيدي، ربع ساعة بكون عندكم. لا لا لا، ما في داعي تبعتولي السيارة ولو، أنا بروح لحالي لعندكم سيدي. احترامي. مين مين؟ بعدين بليك. تعرف يا مرج ليش أنا بعتت وراك؟ لا والله سيدي ما بعرف. يا أستاذ مرج، أنا قررت أكتب سيرة حياتي. سيرة حياتك سيدي؟ فاجئك ما هيك؟ معك حق. أنا حياتي طافحة بالأسرار والغموض والأحداث الكبيرة. ما هيك يا مرهج؟ مثل ما بدكم سيدنا. لذلك رح كون صريح معك، أنا مسؤولياتي وأشغالي كثيرة، لذلك ما حكون فاضي لك، ما حقدر انصرف لك. أنا رح أقعد معك جلسة أو جلستين، أعطيك فيهن رؤوس أقلام، ورح أترك الباقي لنباهتك يا أستاذ مرحش. وبعدين أنت عبي على كيفك. شو؟ عبي على كيفي. لذلك اليوم المساء رح تكون أول جلسة عندي بالمزرعة. اتفقنا؟ حاضر سيدي مثل ما بتأمروا. الله معك. شايفتك مبكر اليوم. ايه والله رايح لعند ابو جندر. عندك جلسه معه مشان السيره؟ لا عندي جلسه معه ولا شيء. لك ليش رايح؟ رايح لاعطيه السيره. ليش خلصت؟ ايه خلصت، لكن ما خلصت. ايه ما صار لك جمعه عم تكتبها؟ ايه اذا ما بتصدقي خذي تفرجي. شو هاد؟ هاي السيره القديمه تبع الحرامي ابو الامجاد. ايه مزبوط، انا ما عملت شيء، بس شلت اسم ابو الامجاد وحطيت محله ابو جندر. ليش بصير هيك؟ بيصير، ليش حتى ما يصير؟ ها
حبيبتي هدول سيرتهم بفرد شكل بخاطري.